أظن أنك ستصلين إلى باريس وحدك. لا لا، سنصل إلى هناك معا. ليتني أستطيع الوصول إلى باريس لأبحث لك عن أسرتك قبل وفاتي يا ريمي. ذلك لا يهم، أسرتي هي أنت، أنت معي وهذا يكفيني يا عبي تالس. لا أريد شيئا، أنت أبي الآن. ريمي، يا إلهي، هذه الطفلة ليس لها سواك. عبي تالس، كلنا سنموت، لا أحد سينجو، لكن الموت لا يعني أننا سنفترق. روزينا، لقد أحببتها أكثر من نفسي، وبعد أن مرضت وماتت ظننت أنني سأفارقها إلى الأبد، لكنها ما تزال حية في قلبي يا ريمي، وأنا أيضا سأحيا في قلبك بعد أن أموت. إياك أن تضعفي يا ريمي، فهذه الحياة صعبة جدا، ولكننا يجب أن نؤدي رسالتنا. لا لا تتركني الآن عبي تالس، أرجوك استيقظ، لا تغمض عينيك عبي تالس. جوجو وراموس ماتا، وسألحق بهما الآن. بعد وفاة العم فيتاليس، اتجهت مع جوليكور وكابي إلى باريس للبحث عن صديقه كاسبر كما أوصاني قبل وفاته. وبعد بحث طويل عثرت على كاسبر، وتعرفت إلى الأطفال الفقراء الذين كانوا يعيشون معه. ماذا ينتظرني من مفاجآت؟ هذا ما ستعرفونه في الحلقة القادمة.